سمحوا لنا ايضا نرحب بضيفتنا الجايه تهاني روحي، اعلاميه وناشطه على السوشيال ميديا. اهلا ومرحبا بك عزيزتي. اهلا وسهلا، اهلا فيكم وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا فيك. يعني مواضيع كثيرة عم تنتشر، الكورونا، ممكن أخبار، أمور كلياتها بنحسها إنها عم تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما بنحكي إنه الخبر يعني أو الإشاعة هو خبر ولكن ملون هيك بطريقة الإثارة، بطريقة الجذب أحيانا. فاليوم بدنا نحكي عن دور الإعلام في الحد من الإشاعات. شكرا. بصراحة هو موضوع الساعة لما اتصلت فيه قلت هذا هو موضوع الساعة. كورونا أول إشي إحنا من ذوي الاختصاص، إحنا إعلاميين، المرض مش إشي نقدر نخبيه أو نتخبى وراء، هذه حقيقة. وصار هو وباء وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي. أكثر من 65 دولة صار منتشر فيها، فالأردن مش بمعزل عن العالم. بس الإشي إنه كيف إحنا نتصرف من وراء هذا الموضوع، ونفس الوقت إنه إحنا ما نكون سبب في التهويل والمبالغة، خاصة إنه مرات سلوكياتنا على السوشيال ميديا عم تنتقل على أرض الواقع. للأسف سلوكيات الفيسبوكية إنجاز التعبير عم تنتقل، فبصير كل واحد قاعد خلف شاشته وبيدلي بدلوه بأي طريقة، وبترك والناس عم تترك الأمور مش من ذوي الاختصاص، مش عم ترجع للمصادر الصحيحة. عشان هيك عم تضطر هلأ وزارة الصحة، اليوم هلأ شفتكم أنت عم سمعتكم أنت عم بتبتوا الخبر إنه وزارة الصحة كمان عم تنشر معلومات كل يوم إذا أي حدا يستفسر عن الكورونا. هذا هو المصدر الموثوق فيه. إذا مش قادرين نوثق هالقد بدنا إشي عالمي أكتر. منظمة الصحة العالمية عملت ويب سايت خاص لكورونا، بس تكتب منظمة الصحة العالمية /كورونا كل إشي بقولك اسألنا أي سؤال بدك تعرف عن كورونا، بتحدث على مدار الساعة عدد لا سمح الله عدد الوفيات، المتخصصين. بس إحنا دورنا كناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلاميين هون اللي بيجي التهويل المبالغة أحيانا بيؤدي لنتائج كتير سلبية. هلأ ناهيك عن إنها نتائجها كمان عم تتداعى للاقتصاد، للطيران، للحجوزات للأسف يعني، وهذا إشي كمان مشكلة عالمية. فإحنا ما نساهم كمان الزيادة مثل كرة الثلج إنه نساهم في بث هذا الذعر والخوف والهلع عند الشعب. بالعكس، وسائل الإعلام التقليدية وأنتوا إعلاميين وزملاء لازم تتوخى الحيطة والحذر قبل نقل المعلومة. مش من تحت ذريعة عاجل وبدنا بس نبث أي على عشان نحصد اللايكات وعدد المشاهدات على حساب المعلومة الخاطئة أحيانا واللي متسرعنا فيها. فهنا حتى لو الناس بدها المعلومة السريعة بس بترجع بالآخر للإذاعات، لوسائل الإعلام الرصينة اللي بتبث الخبر الرسمية. وبالآخر هذه المواقع اللي هي بتفرقع زي ما بنقول وبدها مشاهدات كتير عالية، رح يعرف المواطن في الآخر، لازم يفرق بحكمة وهيك وذكاءه الفطري. لازم يعرف إنه هذه بس فقط هيك فرقعة. أحيانا حتى المنشطات الإعلامية أو المنشطات بتكون مواقع مش مطابقة للصحة. يعني أنت لما بتعمل كليك بتشوف انه الخبر ما لهش علاقه بالعنوان. فبالاخر بصير المواطن يفرق ويعرف انه هدول بتبث معلومات مغلوطه ومش كل شيء ينبث لازم نصدقه. نعم صحيح. موقع الفيسبوك تحديدا كل اللي عندهم حساب هم اعلاميين بالمناسبه، يعني كل واحد له حساب صحيح صحفي المواطن، سواء كان يطلع مباشر او يعني يحكي خبر او يكتب خبر او يعطي معلومه. صحيح. اللي بدي اقوله يعني هل الفيسبوك مؤسسه اعلاميه ناجحه ولا غير ناجحه؟ يعني شئنا ام ابينا زي ما تفضلت، خلص كل صحفي، كل واحد عنده حساب على الفيسبوك او على غيرها هو صحفي مواطن وبيقدر يبث. وخاصه اذا كان بين قوسين هذا الشخص مؤثر وعنده 300,000 400,000 متابع، هون بتكون الكارثه الاكبر انه كيف هو بده يتحمل المسؤوليه طبعًا. المجتمعيه مش طبعًا. كل كلمه بده يحكي او كل شيء خطر على باله، ومش كل واحد يدلو بدلوه. هذا المهم. شفتوا لما صارت لما اجى انتشر الخبر انه في اول حاله في الاردن، كيف تعامل معها الشارع الاردني، كيف تعامل معها الاعلام الاردني. بصراحه كان في سقطات وسهوات كثيره وغير اعلاميه، يعني انا لازم احكي انه مش مهنيه ابدا. صحيح. تجاوزنا خصوصيه وحق الخصوصيه عند هذا الشخص المصاب، وصار في مقابلات اعلاميه بتساله اسئله جدا شخصيه جدا محرجه. لدرجه انه اضطر هذا الشخص انه يطلع للشعب الاردني ويطمن الشعب انه انا اوكي. بدل ما عكس، بدل ما احنا يعني حالته النفسيه والجسديه ما بتسمح له انه يقوم مثل هيك، احنا اخترقنا خصوصيته. وليش مش كمان هيك، الفيسبوك صاروا الناس تدخل على صفحه الفيسبوك باستمرار، الترافيك صار عنده كتير عالي لانه بدهم يشوفوا انه وين كان ومين مع مين اختلط. جابوا وين كان وجاب مع مين بالطاري، يعني هذه خصوصيه حق. جابوا كل
السي في تبعه التعريف تبعه جابوه. وهي خصوصية احنا بنخترقها مرات بالمزح وهيك، بس هذه يعني لو احنا في بلاد برا ممكن يتقاضى عليها، هو الشخص هذا يقاضي اي حدا تجاوز هذه الخصوصية. نعم. كمان احيانا التهويل بينتقل للسخرية، يعني شفنا قديش كم من النكت والسخرية. صحيح. وهذا اشي طبيعي، عادة الناس في اشد الازمات تلجأ للسخرية او تلجأ للنكت، شعب ماله حل تلجأ للنكت، بس احيانا النكت بتعطيك مدلول قديش نبض الشارع قديش هو محتقن احيانا. نعم. كمان فصار يعني كل واحد هيك يحكي نكتة اي اشي عن الفيروس كورونا. نعم. وكلها معلومات خاطئة، بس في اشياء حلوة زي فيديوهات صغيرة عن طريقة السلام والمصافحة عند الاردنيين وكيف التقبيل، هاي بتحس هيك اجت باسلوب سخرية بس بنفس الوقت فيها رسالة توعوية. نعم. انه نبطل هاي العادات اللي الموجودة عندنا. اذا زي ما حكينا يعني حتى كمان يعني من خلال قصة الشخص اللي انصاب بمرض كورونا بلشت تطلع عنه اشاعات. آه. يعني اخبار غير صحيحة تماما. يعني بنحكي احنا عن ذكاء المواطن الاردني بتلقي الخبر او تلقي المعلومه، ولكن في ثغره لساتها موجوده. انا عاد احكي شكرا لك عزيزه. الشائعات، الشعب اللي بتغذى على الشائعات شعب بيفتقد للمعرفه بصراحه. لا. وبيفتقد للمعلومه الصحيحه، فبروح ورا الشائعات والشائعه هذه بتصير تهويل وبيحلف باغلظ الايمان. صحيح. وبتكون هي ما لها اساس من الصحه. فكتير مهم قديش لازم المواطن يكون ذكي ويكون واعي انه مش كل شيء بنبث او مش كل شيء بيجيني على الواتساب أنا بصدقه، مش كل فيديو عم بيجيني بقول لك إنه اشرب زنجبيل واشرب هذا بتروح للكورونا، مش هيك. نعم. الموضوع يعني الموضوع مش بهذه اللامبالاة والاستخفاف ولا بهذه الشائعات. فكل ما إحنا قرأنا، خلينا نقرأ كل يوم من وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية. نعم. مؤسسة الغذاء والدواء طلعت رسائل توعوية. يعني لو كل يوم أنا بس أفتح وأقرأ هاي الأشياء أنا منه بسلح نفسي بالمعرفة. نعم. وبصير أفلتر إنه مش كل ما إجاني رسالة على الواتساب أصدقها وأرجع أنا كمان مرة أعمل الفورد انقلها. فانا يا بساهم ان اوقف هاي الشائعه والمعلومه المغلوطه، او انا بساهم في تكرارها وفي نشرها. وللاسف كمان احيانا انه المعلومه الشائعه بتكون حلوه لانه ليش بتغذي عنا اشياء هيك ما وراء المعقول، وبتنسج لنا هيك شخصيات خياليه اشياء حلوه، بنحصد لايكات كتير عليها، بيصير عندي مشاهدات كتير. بس بالاخر انا هون الضوابط الاخلاقيه لما بدي استخدم السوشيال ميديا، هل هذه المعلومه مضره؟ هل هذه المعلومه بتأثر على الناس؟ هل بتأثر على الخوف؟ في ناس كتير مساكين، يعني مثلا في ناس كبار في السن، في ناس عندهم مريضين بالسرطان هم. صحيح. عندهم مناعة كتير ضئيلة، احنا عم نساهم في زيادة الهلع والخوف لديهم، بدل ما تكون وسائل الإعلام والسوشيال ميديا سبب في طمأنينة النفوس والشعب. كإعلامية منين تأخذ مصدر أخبارك؟ أو مين تقتنعي بمصدر أخبارك؟ يعني ما بصير أكون متحيزة بصراحة، بس في عندي فرانس 24 بي بي سي تلفزيون أردني. الأخبار المحلية وليس العالمية، الخبر على مستوى لا ما بقدر أجاوب. صعب، ما بصير أكون متحيزة. مش متحيزة، أنا بحكي عن إعلام رسمي، يعني معلومة إجت عن خبر ما سواء كان سياسي أو اجتماعي او عن اي موضوع كان. آه. من وين تحبي تاخذ الخبر؟ يعني مصداقيه الخبر من مثل موقع عمون مثلا؟ مش من موقع بصراحه للاسف، مش من موقع واحد، يعني ما عندي موقع اقول انه هذا الخبر موثوق 100%. لانه احنا بنساهم في صناعه المطبخ. نعم. الاعلامي بنعرف انه الخبر مش دائما بتوخى الصحه، يعني مرات انا بعتب على بعض المؤسسات الاعلاميه انه حتى لو الصحفي بسرعه بده ينشر الخبر. نعم. بس كمان في وراه ناشر، في قدامه. نعم. رئيس تحريري، توخى شوي الحيطه والحذر. صحيح. يطلع على جوجل ويشوف كمان انه برضو. انت ذكرت شيء كثير مهم، انه مثلا احنا عم نحكي عن مرض كورونا، معناته من وزارة الصحة ممكن انه ناخذ هذا دور الاختصاص. هو هذا الاختصاص دائما افضل الإعلام شيء. الاعلام دوره انه يعطي حقائق ثابته. نعم. احنا ما رح كمان غياب المعلومه احيانا هي بتكون مرتع للشائعات. نعم. ما بيصير الاعلام الرسمي ولا حتى الاعلام الغير رسمي انه كمان يخفي الحقائق. أكيد. هذه كمان بتكون سقطه كثير كبيره. فبضطر المواطن يفقد الثقه وبده يروح. نعم. للشائعات او للمواقع الغير موثوق فيها، فالمعلومه تكون من غير بحيادية. صح. هل قد هالقد توفوا، هل قد كذا. أنا هلا عم بشوف، نتمنى ما يكون في إشاعة، نتمنى تكون الأخبار صحيحة إن شاء الله. أنا عم بتابع وسائل إعلام عالمية، يعني من غير ذكر أسماء لأنها ممولة من جهات بتعرفوا أنتوا، فبضلها تحط على هذه الدولة العدوة إلها مثلا بين قوسين. نعم. قديش عدد المرضى، قديش كذا، قديش كذا، يعني هذه سياسة. فبالآخر المواطن بتعب، حرام يعني المتلقي بيتعب. فإحنا. نعم. بدنا إعلام رصين، نرجع مرة تانية الإعلام رصين ورصين شبه المحايد. نعم. يعني يتوخى الحياة والحذر. نتمنى ذلك تكون المعلومة صحيحة والمعلومة
100%. والخبر الصحيح أنا كشخص يعني أخذه من الجهة الرسمية الأردنية، سواء كان وكالة الأنباء الأردنية والتلفزيون الأردني. التلفزيون الأردني. نعم. كل الشكر لوجودك معنا. تسلم وشكرا لكم. شكرا. تسلم وشكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا.